وأمر أيضا مهم، وهو أن كل تنظيم سري ولو لم ينخرطوا معهم في القتل والفساد، كل تنظيم سري يجب على المسلمين أن يجتنبوه. والتنظيمات السرية أصبحت الآن معروفة، في جماعات تميت جماعات، سواء جماعة الإخوان المسلمين أو جماعة التبليغ أو جماعة سرورية أو جماعة قطبية، أي تنظيم سري يجب أن يحذره المسلمون من الشباب ومن الذكور ومن الإناث ومن العوام، لأنه التنظيم السري في دولة مسلمة يجر إلى الشر المستطير. فوجب من دعاك إلى تنظيم ولو قال حلقة علم وفيها تنظيم سري خفية لا تستجب لدعوته أبدا. حلقات العلم في بلادنا ظاهرة، الدعاة يدعون إلى الله لا يمنعهم من ذلك مانع، في السهل والجبل والمدينة والقرية، بالنظام وبالطرق الصحيحة. وأما تنظيم سري واجتماعات سرية للشباب أو لغيرهم، هذا عمل باطل يجر إلى الشر. رحم الله عمر بن عبد العزيز أنه قال: إذا رأيت ناسا يتناجون في دينهم دون عامتهم فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، يجتمعون فيما بينهم ولا يريدون أحد أن يسمع ويعلم عنهم كما تفعل بعض الجماعات، فهؤلاء على تأسيس ضلالة ويؤول أمرهم إلى شر. فالحذر الحذر من كل تنظيم في دولة الإسلام، والله أعلم.